أبدأ من القاهرة. دكتور بشير، ما رأيك في هذه التصريحات للأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ، وهذا التصعيد في مسألة زيادة الرؤوس النووية والأسلحة النووية في المناطق التي تقع تحت سيطرة الناتو؟ تحية لك إيمان ولضيفيك الكريمين ولمشاهدي القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر في كل مكان. بداية، تجدر الإشارة إلى أن حلف شمال الأطلسي الذي نشأ بموجب معاهدة واشنطن عام 1949 ليس قوة نووية، بمعنى أن الحلف المكون الآن من 32 دولة ليس له قوة نووية قام بإنشائها وتطويرها، وإنما يعتمد في قوته النووية على ثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول أن ثلاث دول من أعضاء الناتو يمتلكون رؤوسا نووية تتخطى 6000 رأس نووي، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا. ومعروف أن الولايات المتحدة هي القوة النووية الضاربة، وهي التي يتخطى عدد رؤوسها النووية 5000 رأس نووي، وتأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا التي تمتلك أكبر عدد من الرؤوس النووية. الاعتبار الثاني النووي داخل الناتو هو أن الولايات المتحدة توفر مظلة نووية لبعض حلفائها داخل الناتو في القارة العجوز، وقامت بنشر 180 رأسا نوويا في 4 دول، هي تركيا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا. الاعتبار الثالث وهو المشاركة النووية، المشاركة النووية بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول النووية تدخل في شراكة مع حلف شمال الأطلسي لتأمين استخدام السلاح النووي لتعزيز القدرات الردعية للحلف فيما يسمى بالردع النووي للحيلولة دون تعرض الدول للقهر أو للإجبار من أي طرف خارجي كروسيا أو الصين. وبالتالي حينما نتحدث عن الردع النووي لحلف شمال الأطلسي نحن نتحدث عن هذه الاعتبارات الثلاث. الحقيقة أن الناتو كان حريصا دائما على أن يوصل رسالة للجميع خصوصا روسيا والصين بأن لديه قدرة الردع النووي، ومن ثم بعدما بدأ الحديث خلال السنتين الماضيتين منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عن إمكانية استخدام السلاح النووي وتغيير الاستراتيجية النووية لروسيا وتطوير الصين لقدراتها النووية حتى باتت القوة الثالثة بعد روسيا والولايات المتحدة، بدأ الناتو يتحدث عن ردع نووي، عن إمكانية استخدام السلاح النووي لحماية أعضائه، عن إجراء مناورات نووية. دولة مثل بولندا على الحدود ما بين الناتو وروسيا بدأت تتحدث عن إمكانية نشر رؤوس نووية تابعة للناتو لدى هذه الدولة لحمايتها. ولكن هناك نقطة مهمة إيمان في هذا الصدد، وهي أن الاستراتيجية النووية لحلف شمال الأطلسي تقوم على أن الحلف لن يكون هو البادئ باستخدام الأسلحة النووية ضد أي طرف، وإنما استراتيجيته النووية قائمة على الردع. لكن هناك دائما حالة ذعر من أن تمتلك أي دولة أخرى رؤوس نووية، وهناك رقابة شديدة جدا في هذا الأمر من هذه الدول، على الرغم من أنه استراتيجية هذه الدول في استخدام النووي ليست واضحة أيضا، يمكن أن تكون نفس استراتيجية الناتو. يعني لماذا دائما هناك حالة من الوصاية من قبل هذه الدول على من يمتلك الأسلحة النووية؟ هذا السؤال ينقلنا إلى نقطة خطيرة للغاية، وهي نظام منع الانتشار النووي. نظام منع الانتشار النووي هو نظام وضعه النظام الدولي يقوم على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل خاصة الأسلحة النووية حول العالم بشكل أفقي، بمعنى ألا يزيد عدد الدول التي تمتلك السلاح النووي عن الدول النووية 5 الأعضاء في النادي النووي، وهي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي. ويقوم على ركيزتين أساسيتين، اتفاقية MPT Non Proliferation Treaty أو اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية للعام 1968، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، ثم البروتوكول الإضافي الملحق بها عام 1997. ولكن هذا النظام يعتبر فاشلا إلى حد كبير،
لأنه في ظل هذا النظام استطاعت 4 دول أو 5 دول أخرى أن تنتج السلاح النووي وتنضم إلى النادي النووي. هذه الدول كانت جنوب أفريقيا التي قامت بتفكيك سلاحها النووي في العام 1992، ثم الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، أي أن 5 دول إضافية انضمت رغم وجود هذا النظام لأنه عاجز عن منع انتشار الأسلحة النووية. كون هذا النظام معيب، أولا هو نظام تمييزي يسمح لخمس دول بامتلاك السلاح النووي بينما يمنع الآخرين. صحيح. ثانيا لا توجد قوة زجرية أو عقابية تمنع الدول من امتلاك السلاح النووي، بدليل نجاح بعض الدول في كسر القيود وإنتاج السلاح النووي.